منتخب عمان بطلا لخليج 23. اول شيء قبل ما اتكلم عن منتخب عمان، انا والله ماني عارف يعني شنو اقول عقب الكلام العسل والكلام الذهب اللي خاص بالذهب اللي تفضلوا فيه جميع الاخوان عن دور دوله الكويت في تنظيم هذا المحفل الخليجي اللي ولله الحمد والمنه تكلل بالنجاح من جميع الجوانب. طبعا النجاح ليس للكويت فقط، النجاح كذلك والصعوبات كانت تواجه ايضا القنوات اللي انقلت. كمثال القناة الرياضية السعودية اللي من خلال بعد 10 أيام عرفوا ان بطولة بالخليج، يعني بطولة الخليج ستقام في الكويت. انا كاعلامي اعرف شنو الصعوبات اللي قد تواجه من عمل تشكيل الوفد وايجاد حجوزات بالفنادق وايجاد حجوزات بالطيران. كل هذه الامور ترى ما هي سهلة. احيانا اكو استعداد قبل بطولة بسنة كاملة وتصير لخبطة معينة وتصير عدة امور، ولكن سبحان الله كأن هذه البطولة التوفيق جايها من أول يوم، من أول يوم قررت أن تقام في دولة الكويت، فلله الحمد والمنه الأمور صارت طبيعي والأمور صارت على 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 أكمل وجه. فالكلام اللي أسمع من الإخوان، صدقوني يا أبو صقر، صدقني يا أبو لما، يا أبو حمد، يا أبو محمد، يا أبو عبد الله، يا أبو شادن، يا أبو نواف، يا أخوان، يا مشاهدين الكرام، ترى الكويت أنا وأنا قلتها بالبداية، انتم اهل الدار وحنا الضيوف، هذا شيء مفروغ منه. وكل اللي سوته دوله الكويت واللجنه المنظمه العليا كانت بسواعد ابنائها الابطال الذين اثبتوا للجميع انهم قادرين على تنظيم اكبر محافل. والدليل على ذلك، وانا لا اخفي سرا عندما اذكر واقول، انا بالنسبه لي وبالنسبه تقريبا لكثير من الشعب الكويتي وليس الرياضي، خليجي 23 افضل بطوله نظمتها دوله الكويت على مدى سنوات الرياضه كلها. يعني لو ترجع من الستينات هذه البطولة أنا أعتبرها من أفضل البطولات اللي تم تنظيمها من جميع الجوانب، نجحت بكل تفاصيلها، نجحت ولله الحمد بكل تفاصيلها. صحيح. والمتابعة الدقيقة اليوم، وأنا كنت مع أخوي أبو صقر اليوم لما جاء اتصال من الدكتور محمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة ونشكره عليه، لما طمأن الجماهير العمانية والشعب العماني وجميع جماهير الخليج بان عدد الحالات يتعدى 25 حاله اللي طاحوا من فوق المدرج، واللي ذكر انهم جميع الحالات الحمد لله طيبه باستثناء حالتين فيهم كسور، والان هو متواجد مع وزير الدوله شؤون الشباب خالد رضوان في مستشفى الفروانيه. هذا شيء يدلك عليه؟ يدلك على ان المتابعه الحثيثه من الدكتور حمود او من خلال الوزير الرضوان، طبعا بتعليمات ساميه من فوق، انه يعني هالموضوع هذا اقلقنا يعني سقوطهم وتعرضهم للاذى، ولكن نقول الحمد لله على كل حال انها جت على كذي، ما جت في اشياء اكبر من ذلك. هذا فيما يخص الشيء اللي صار وعمليه تنظيم البطوله. فيما يخص المباراه، طبعا انا يعني المنتخب العماني، وانا امس ذكرت لاخوي ابو حمد الموجات، قلت له المنتخب العماني ذكرني اليوم في منتخبنا في خليجي 14 اللي صارت في البحرين لما خسر اول مباراه ومن ثم اخذ كاس البطوله. المنتخب العماني خسر اول مباراه من المنتخب الاماراتي، صحيح، واليوم اخذ البطوله. فالشخص اللي صاحب الطموح الاكبر طبعا اخذها. الاماراتيين ما قصروا، حاولوا، جاهدوا بكثر طاقتهم بكثر امكانيات اللي عندهم، ولكن في النهايه هذه كره فوز وخساره. المنتخب العماني يستحق الفوز وبجداره. المنتخب الاماراتي نقول هاردك وليس نهايه مشوار. المنتخب الاماراتي انا اعتقد انه بحاجه الى تعديل بسيط جدا بعدد من العناصر الموجوده بالفريق. يعني هذا حال كره القدم بشكل عام. ما نتمناه انها تكون بس مجرد يعني مباراه وحزن لا، ياما فرق كثير خسرت يا ابو عبد الله، ونقول هارد لكم. نعم. وبالعكس يعني يكون وقد طبعا هو الفوز واحد ما بين جميع دول الاشقاء دول المستعمر الخليجي، وقد تكون الضره النافعه اللي راح تكون لكم في المستقبل في تشكيل منتخب قوي قبل نهائيات كاس اسيا اللي تقام بعد عام تقريبا من الان، وهذا امر طبيعي جدا. اشكركم مره ثانيه، شكرا بحجم السماء، وشكرا على قول ابو عبد الله بحجم الكره الارضيه لكل شخص نجح هذه البطوله، ليس من الكويتيين فقط بل من جميع دول المستعمر الخليجي. الف شكر لكم وبارك الله فيكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعطيك العافيه.